اخبارك يا ديك؟ ماشي الحال، ما انت عامل نورنا استاذ محمد الديك الناقد الرياضي، ضيفنا العزيز في حلقه اليوم، بنرحب بيه طبعا. وعندنا ملفات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، وبصراحه زي ما احنا متعودين منك دايما. نبتدي بالنادي الاهلي. تمام. مباراه بكره، مباراه مهمه قوي. فريق صعب، فريق اسماعيلي منتشي بانتصارين متتاليين، دوافع جديده، اهداف محدده بالنسبه لهم اكيد. بتشوف المباراه دي ازاي من وجهه نظرك؟ بص، هو مباراة الأهلي والإسماعيلي بغض النظر عن ترتيب الفريقين في الدوري قمة لوحديها، من أهم لازم تعتبر مباراة قمة نظرا لتاريخ الفريقين، عراقتهم، النجوم الكبار اللي شفناهم بيلعبوا طول مسيرة الفريقين في بطولة الدوري الممتاز تحديدا. فريق الإسماعيلي زي ما أنت قلت منتشي بانتصارين بالظبط ورا بعض يوم، دي حاجة. الحاجة التانية بيقدم مباراة كويسة في البطولة العربية، هيلعب مع الاتحاد كلاسيكو مصري عربي. البطولة العربية فرقت مع الاتحاد والإسماعيلي جدا 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 جدا. بص، بتضيف خبرات اللاعب بعيد عن المسابقة المحلية، أكيد صح، يعني انك انت بتحتك بدول عربية ومدارس مختلفة، ده بيدي اللاعب نفسه خبرات زيادة شوية. هضيف بس حاجة تانية، وجود ادهم السلحدار ومحمد محسن او جيش على راس الجهاز الفني الاسماعيلي هيدي للمباراه طعم تاني. ليه؟ لعيبه الاسماعيلي ونجوم الاسماعيلي يعرفوا يعني ايه ماتش اهلي والاسماعيلي طبعا، على عكس مثلا المدرب الاجنبي اللي هو ايه ممكن اعتبرها ماتش عادي، خسرت ماتش، لا انا عندي رصيد كويس في الفرقه، لا مش عارف ايه. فده برضو هيدي دافع، هذه المباراه هيدي دافع معنوي للعيبه، او يعني اهتمام شويه زياده شويه بالمباراه بعيد عن الماتش نفسه او موقف الفريقين في البتاع. يمكن المباراه يعني الاهلي او الاسماعيلي فيهم غيابات شويه هتاثر على الفرقتين، يعني قائمه الاسماعيلي فيها 8 لعيبه اول مره هيكونوا موجودين في ماتش اهلي واسماعيلي. الاهلي شويه الاصابات الكتيره شويه، شفنا في القايمه، شفنا وجوه جديده في القايمه الجديده. بس فكره ان الاهلي مستر فايلر عامل حاجه لطيفه جدا الفتره الاخيره، اللي هو وجود البديل الكفء كويس، وده اللي شفناه في كذا ماتش. شفنا احمد الشيخ بينزل بيغير نتيجه ماتش، شفنا وليد سليمان بينزل بيغير نتيجه ماتش، وليد ازارو الفتره الاخيره استعاد حسيت الاهداف. ده كله هيديك مباراه ممتعه كويس، يعني بعيد عن الحاجه. الحاجه الثانيه، الاهلي ليه دوافع زياده على الاسماعيلي. اولا استمراريته على الصداره كويس، لا سلسله هزيمه متتاليه في البطوله، اللي هو يعني 6 ماتشات، العالم الكامله 18 نقطه. برضو الحاجه الثانيه، فكره ان الناس بتتكلم الاهلي كسب حرس الحدود 1-0 وكان ماتش صعب شويه، لازم الجمهور الاهلي يعرف ان بطوله الدوري بطوله لتجميع النقاط. طبعا هيجي فتره من فترات الاهلي هيعمل المعادله اللي الجمهور عايزها، اللي هو الاداء الجيد مع نتائج الماتشات. فالمباراه بكره فيها يعني هنشوف مباراه ممتعه. الاهلي يعني قادر ان هو يتجاوز الغيابات الموجوده عنده، زي ما قلت لك مستر فايلر عامل توليفه كويسه جدا، عنده البديل الكفء. رمضان طبعا هيفرق كتير، احمد فتحي برضه هيفرق كتير. شايف ان الغيابات هتبقى مؤثره على النادي الاهلي مع التوليفه الاخيره؟ سلية، فتحي، رمضان، مع التوليفه الاخيره مش هتاثر قوي، مش هتأثر قوي. برغم ما قلت لك ان هو عمل المستر فايلر اللي الناس كانت بتتكلم فيها ان هو بيغير كتير في تشكيله ومش عارف ايه، الاهلي هيجني ثمار القصه اللي بقول لك فيها، قصه التدوير الكتير والكلام ده كله. لا، الاهلي الفتره اللي جايه يعني الاهلي عنده شهر صعب جدا، سواء الاسماعيلي، الاتحاد في الدوري، بعد كده عنده بلاتينيوم رايح جاي، هلا الدنيا يعني صعبه شويه هتبقى في الماتشات. بس الاهلي بخبرات اللعيبه الموجودين قادر ان هو يتخطى مرحله الغيابه دي ان شاء الله. طيب بتشوف ازاي عوده بعض اللاعبين، يعني مثلا زي محمود متولي، علي معلول بيعود كمان، وحسام عاشور، وجيرالدو. ما انا زي ما قلت لك الاهلي بتكلم عن مصابين كمان بالتحديد. انا فاهم قصه علي معلول، لاعب لا غنى عنه في تشكيله الاهلي. تمام. محمود متولي قصدي هيعمل اعاده اتزان لخط الدفاع، برغم ان يعني انا اخطاء اللي بتحصل طبيعيه، بس مش مؤثره قوي، بدليل ان الاهلي اقوى خط دفاع لحد دلوقتي. بالظبط، جون واحد بس. جون واحد. نفس القصه في دور المجموعات في افريقيا، دخل فيه جونين، فيعني العمليه مش معضله قوي او مشكله واضحه قوي. نفس القصه جيرالدو، لعيب مؤثر جدا. هيفيد الاهلي في فتره وجود عدم وجود رمضان، ممكن يكون بديل لرمضان جيرالدو. وبتلعب مثلا انت تغير احمد الشيخ او تغير وليد سليمان، هو لعب في مكان رمضان في ماتش بني سويف كان جدا. انا بقول لك انت ممكن تبدل، يعني مستر فايلر يعني قصه الجناحين بالتحديد دولت رمضان او حسين بيبدل فيهم هنا يمين او شمال، فجيرالدو هيبقى عندك تغييره
تستفيد بيها في المكان يمين او شمال. تتوقع مين اللي يلعب، علي معلول ولا محمود وحيد؟ الاثنين جاهزين وموجودين. لا، خبرات علي وحيد، علي معلول ترجح كفته بكره. يعني خبرات علي معلول، ماتش صعب قدام الاسماعيلي، يعني زي ما قلت لك برغم موقف الاسماعيلي في جدول الدوري الممتاز، تظل مباراه قمه، مباراه صعبه جدا 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 على الفريقين. اعتقد ان علي معلول لو الجهاز الفني هيختار علي معلول. علي معلول. طب ما تيجي نتوقع التشكيل كده مع بعض. ماشي. في حراسه المرمى الشناوي. طبعا ده حاجه اساسيه. تمام. دي الحاجه الوحيده اللي مضمونه. دي الحاجه الوحيده اللي مالهاش خلاف. في ظل التألق. لا لا لا، منافسه قويه. منافسه قويه. لكن في خط الدفاع بقى. خط الدفاع نقول من اليمين محمد هاني. هاني. محمود متولي. متولي يرجع على طول يلعب. يطلع يلعب. تمام. رامي. ربيعه. لا، ممكن متولي، ممكن تحط مكانه ايمن اشرف يعني. او ايمن اشرف. او ايمن اشرف. علي معلول. تمام. نص الملعب. نص الملعب قفشه لا خلاف عليه. قفشه موجود. اعتقد اليو ديانج بعد ما فيش حل تاني. في عاشور. لا يعني اليو يبقى بالنسبه للاختيار اجهز. ثانيا كمان عاشور لسه راجع من الاصابه، فيبقى يعني يبقى صعب. يبقى صعب ان هو غاب عن التدريب الفتره الاخيره، فيبقى صعب ان هو ينزل في ماتش زي كده. تمام. الرباعي الامامي. الرباعي الامامي هيبقى فيه عندك وليد سليمان. وليد. و شحات. وممكن اجايه وازار الى براس حرب. ازار. ده التشكيل ممكن يكون الاقرب يعني. وبعد كده برضه في وجهه نظر يعني فايلر اكيد اضرب اوراقه. هو ادرى بكل شيء. بالتالي انا عايز اتكلم معاك شويه عن المنافسه على بطوله الدوري، يعني خصوصا بعد هزيمه الزمالك، تعرضوا لهزيمتين حتى الان في بطوله الدوري، بيراميدز كمان تعرض لاكثر من هزيمه وتعادلات وكلام من ده. بتشوف ازاي المنافسه؟ هل كلام البعض على ان الاهلي اقرب لبطوله الدوري ده منطقي في التوقيت الحالي ولا لسه شويه؟ لسه بدري قوي. لسه بدري قوي. لازم ناكد على الجزئيه. لا لا لا، لسه بدري قوي قوي قوي. انت بتتكلم في 34 اسبوع يعني الحاجه. انت بتتكلم مثلا الاهلي لعب 6 ماتشات. لسه قدامه يعني حاجه كبيره قوي. هي بس الفكره يا امير، هزايم المنافس دايما بتبقى دافع معنوي للعيبه الاهلي. يعني الاهلي مثلا بيركز في خط ماشي في سكته زي ما هو ماشي، بس طبيعي ان الاهلي يبقى عنده بيبص على المنافسين ليه، سواء الاسماعيلي او الزمالك او بيراميدز. انت نسيت نقطتين كمان. وجود يعني حصنها سوداء زي المقاولين وزي الاتحاد السكندري. طبعا. زي ما انت قلت، الاتحاد السكندري تحديدا مشاركته في البطوله العربيه فادته بشكل كبير جدا. فعلا. الاستقرار الاداري بوجود مجلس اداره مستقر. الكابتن طلعت يوسف معاهم من السنه اللي فاتت. عنده خبرات لعيبه موجوده، لعيبه اهلي والزمالك دي يعني الاتحاد استفاد منها كتير جدا. دليل ماتش المقاصه الاسبوع الاخير، كان اتقدم اتاخر اتعادل اتقدم، يعني كان ماتش رايح جاي. خبرات اللعيبه زي احمد رفعت، زي خالد قمر، زي نور السيد، زي هشام محمد، زي احمد نبيل منجا، الناس الكبيره اللي موجوده في صفوف الاتحاد يعني بتاع دوت. القصه الثانيه اللي اتكلم فيها فكره بيراميدز. بيراميدز عنده مشكله ان المدرب بتاعه احيانا بيبقى عنده تخوف من المنافس. فعلا دي سلبيه واضحه نادي الاهلي. يعني انت بتلعب اسمك بيراميدز، كنت السنه اللي فاتت بتنافس لحد الجوله اللي قبل الاخيره مثلا. عندك لعيبه تقال، يعني انت بتتكلم في ملايين بتلعب في الارض، يعني مش حاجه خفيفه. بس هو واضح انها شخصيه المدرب مش ماشيه مع الفريق. لكن تخسر من الزمالك 2-0، بعد كده تخسر من الجونه 3-2، وتخسر في الدقيقه 93 94. ده انت تعادلت في الدقيقه 93 وجيت وجيه في الدقيقه بعدها بدقيقه. يعني حاجه الطريقه اللي بيلعب بيها برضه مش مختلف. يعني انا بشوف مثلا في البطوله الافريقيه بيلعب بطريقه والدوري بيلعب بطريقه ثانيه. لا يعني واضح كويس جدا في البطوله الافريقيه جدا. لا بيكسب نتائج 6-4 و3 وبيكسب بره وجوه. فهو في مشكله في المدرب نفسه. ما اعرفش هو مثلا عنده مثلا كان عنده مثلا زي ما تقول كده نشوه البدايه وبعد كده همدت شويه، او ده مستواه الطبيعي. يعني في علامه استفهام كبير قوي يعني بالنسبه لبيراميدز. الزمالك زي ما قلت لك الهزيمه ام بي لسه كارتيرون بيكتشف الفريق شويه، بعدها كسب ماتشين الدنيا بدات تبقى كويسه. يمكن المشاكل الداخليه في نادي الزمالك اثرت شويه. نتمنى عوده اي المنافسه في الدوري، لكن قصه الاهلي ضمن الدوري. لازم يكون في منافسه في الدوري. لازم.
مبقاش حلو، مبقاش حلو، لا مبقاش حلو. دي السنه اللي فاتت الناس كلها الاهلي في المنطقه الدافئه، الاهلي هيهبط، الاهلي كان المركز ال 18. بس زي ما قلت لك يعني الاهلي لسه دلوقتي الاول الحمد لله، وحاجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي، بس عنده ماتشين مؤجلين. يعني تخيل مثلا الاهلي لو كسب الماتشين دولت هيبقى 24 بونت ان شاء الله باذن الله. يعني احنا بنتكلم بقول لك يعني الفرق، هو احنا نتمنى ان يبقى في منافسه، اهلي في منافسه في اي وقت، لكن في كل الاحوال الاهم الاهلي يكسب الدوري يعني في الاخر. يعني عايز نتنافس لازم ماشي. لازم يعني بقى القصه زي ما قلت لك المنافسه دي حاجه كويسه تخدم الكره المصريه بشكل عام، تخدم الاهلي في المنافسات الافريقيه بره، تخدم منتخب مصر، انك انت عندك لعيبه كويسه الفتره اللي جايه، لازم تبقى في وجوه جديده. عرفت ان حسام البدري بيفكر في وجوه جديده لضمها لازم بعد المستوى السلبي اللي حصل في الماتشين اللي لعبهم. فلا اتمنى يعني حتى الجمهور يستمتع، يعني اتمنى لو دوري زي الدوريات مثلا، مش هقول لك الدوريات الاوروبيه عشان احنا الدوريات الاوروبيه بالنسبه لنا في مسافات مجرات بيننا وبينهم، يعني مسافات ملايين ضوئيه يعني من السنين، بس برضه بنحب الدوري المصري حاجه غريبه يعني. ليه ليه طعم خاص بالظبط، ليه طعم خاص برغم مثلا انت مثلا ما فيش جمهور، ما فيش انتظام مسابقه، في مثلا مشادات بتحصل او تلشنه والحاجات اللي زي كده، بس سخونه الدوري المصري ليها طعم مختلف طبعا، اقل من افضل الدوريات في منطقه الشرق الاوسط اكيد. بعيدا عن كل الظروف اللي بيمر بعيدا عن اي سلبيات او اي حاجه، يظل الدوري المصري من افضل الدوريات في منطقه الشرق الاوسط. طيب بالتالي شايف ان النادي الاهلي جاهز السنه دي بالتحديد كمان في المنافسه الافريقيه ولا الامور ايه؟ لا الاهلي الاهلي يظل مرشحين الاوائل لاقتناص البطوله بعيد عن اي حاجه، يعني رغم اللي حصل السنه اللي فاتت والظروف اللي تعرض لها الاهلي بالاصابات والغيابات والتوقفات الكتيره والبتاع، لا الاهلي يظل رقم واحد في البطوله الافريقيه. الاهلي عنده زي ما قلت لك عنده مدرب واعي جدا. الحاجه المهمه جدا في مستر فايلر ان هو بيجيد قراءه الماتشات صح، يعني عنده الناس كلها زي ما قلت لك في الماتش بتاع حرس الحدود الكابتن طارق العشري بيلعب على قد ظروف امكانيات فرقته، ونحترم قدرات حرس الحدود. كابتن طارق العشري والكابتن طارق العشري قال لك يعني هو في تصريح دلوقتي لسه شايفه دلوقتي بيقول لك انا الناس كلها محللين مش هتنفع فريقي صح، يعني انا محلل عايز العب هجومي واشيل على الاقل واشيل 5-6 من الاهلي. فلا يعني هي القصه كلها، لا انا بلعب على قد امكانياتي وبلعب قدام بطل يعني برضه في رغم البتاع دوت. الفرقه مستر فايلر زي ما قلت لك عمل تغييره وتبديله في الملعب، فتح الاجنحه بحيث ان يطلع مثلا عمرو السولية ما يعملهاش حد الا يكون حد واعي لقدرات لعيبته وعارف امكانيات كل لاعب، ان مثلا عمرو السولية شويت او بصير كويس، مجدي قفشه بصير صح. كويس عنده مثلا الاجنحه بيطيروا على الجناب بشكل كويس جدا. فلا النادي الاهلي السنه دي بمناسبه تغييرات مستر فايلر في مباراه الحرس، البعض بينتقد تغييراته بيقول ان هو اتصرف بشكل خاطئ نسبيا يعني، لكن في كل الاحوال انت النتيجه انت ليك النتيجه زي ما قلت لك. وايضا وارد ان مدرب يبقى في مباراه موفق في تغييراته ومباراه غير موفق، دي حسب يعني مثلا هو الفكره زي ما قلت لك انا بختار اللعيب بتاعي وفقا للفتره التدريبيه اللي بيقعدها معايا ووفقا للفتره في الماتشات الاخيره اللي لعبها معايا صح. يعني مثلا شفت مثلا اليو ديانج هيفيدني في بيدي تدريبات كويسه جدا جدا، وعندي ازمه في نص الملعب هديله هو صح. زي ما انت بتقول مثلا حسام عاشور، حسام عاشور تاريخ ونجم كبير والكلام ده كله، بس حسام الفتره اللي فاتت دي كان غايب عن التدريبات. فالطبيعي ان انا مثلا ماتش زي الاسماعيلي هدي الاجهز بالظبط، وانا كمدرب مفيش مدرب بيتمنى الخساره اكيد، يعني خلينا نبقى منطقيين مفيش مدرب يتمنى ان هو يخسر سواء مثلا في بطوله تجميع نقاط او في بطوله مثلا جيم واحد مثلا الخروج المغلوب الحاجات اللي زي كده. لا الاهلي زي ما قلت لك عنده مدرب كويس جدا، استقرار فني واداري، الكابتن محمود الخطيب مجلس اداره عاملين شغل رهيب جدا، تدعيمات يعني بدات تدعيم الصفقه الاولى بتاع النادي الاهلي مدام كهربا، وزي ما قلت لك لو انت فاكر من شهرين ان كهربا كنت اتكلمت وقتها انت والمنتخب والاهلي والكلام ده كله، السوشيال ميديا عملت ضجه بحاجه يعني ما لهاش لزوم. من شهرين قلت ايه؟ انا ما قلتش حاجه من شهرين. انا اللي قلت، انا اللي قلت كنت موجود معاك. انا اللي كنت موجود معاك ان وقتها كان اتكلم ان السوشيال ميديا ان حسام البدري ضمه علشان يبقى كوبري لانضمام المنتخب مش عارف الكلام ده كله. ده كان كلام للكابتن حسام البدري. كان كلام ايوه اتكلم بقول لك وقتها كانت اللي هو مشكله من لا شيء. لكن النادي الاهلي سلك الطرق السليمه، تعاقد مع لاعب من الدوري البرتغالي برضه اللي كرر حمود كهربا انضم للنادي الاهلي من فريق في الدوري البرتغالي، بيلعب في الدوري البرتغالي بعد ما فسخ اللاعب عقده مع النادي. فدي قصه يعني مختلفه. بمناسبه كهربا، شايف اهميه التعاقد مع كهربا ايه من وجهه نظرك؟ لعيب لعيب سوبر، لعيب سوبر بيفيدك لا ما لهاش حل يعني، ما ينفعش تقول اقل من كهربا لعيب سوبر. لعيب بيفيدك في كل الاماكن يعني الناحيه الهجوميه يفيدك، الناحيه الدفاعيه
شغال، نص ملعب شغال، تحت راس الحربه شغال، احيانا يلعب راس حربه، لعب في ماتشات كتيره في الدوري السعودي او مع الزمالك راس حربه. اللقطه دي او اللقطات اللي احنا شايفينها دلوقتي جمهور النادي الاهلي كان منتظرها بقاله فتره كبيره جدا، واخيرا اتحققت. يعني لعيب بقيمه كبيره واضافه فنيه ممتازه جداً في خط جدا لا لا جدا يعني من الصفقات السوبر اللي يعني اللي فعلا مجلس الاداره يشكر عليها والجهاز الفني ولجنه التخطيط بتاع في النادي الاهلي. لا دي صفقه زي ما قلت لك صفقه سوبر، والنادي الاهلي هيجني ثمارها خلال الفتره اللي جايه. زي ما قلت لك يعني لو كهربا مثلا موجود مثلا في ظل صلاه رمضان صبحي هيديك بديل سوبر، يعني هينفع يلعب يمين شمال، ينزل تحت راس الحربه يلعب راس حربه. وقلت لك يعني فعنده كذا مكان متاح ان هو يلعب فيه. مش هيعمل مثلا انك انت مثلا هتجيب لعيب يقعد على الدكه او يعمل مثلا مشاكل زي ما الناس بتقول، لا الكلام ده مش موجود. ثانيا زي ما قلت لك انا لجنه التخطيط فيها ناس لعبت كوره، حريفه كوره. صح. كابتن محسن صالح، الكابتن خالد بيبو، والكابتن زكريا، تحت اشراف طبعا الكابتن محمود الخطيب. فلا يعني انت بتتكلم في ناس تعرف اللعيب هيفيد ولا لا. بالتالي هو اضافه جدا. لا لا قلت لك صفقه سوبر. لا طيب. كلمه سوبر دي كلمه قليله كمان عليها. تمام ماشي. متوقع الصفقه الاخيره للنادي الاهلي هتكون في انهي مركز من وجهه نظرك او من خلال توقعك انت؟ يعني راس حرب. راس حرب الاقرب النادي الاهلي يتعاقد معاه. راس حرب. راس حربة وراس حربة سوبر كمان، وفي كلام يعني على بعض الاسماء المميزه جدا هتبقى فعلا اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي مع المجموعه الموجوده. طبعا طبعا صح. يعني انت بتتكلم في وليد ازارو، في صلاح محسن، مروان محسن. لا يعني ما الناس نجوم برضه في اماكنهم، وناس بيقدموا بشكل كويس جدا. يمكن مش ظاهرين لفكره ان فايلر بيعمل تدوير وعنده مهاجمين في كذا مكان، يعني برضو الحاجه اللي الناس مش واخده بالها. صح. انك انت عندك مدافع بيجيب جول، عندك نص ملعب بيجيب جول، عندك جناح بيجيب جول، ففي كذا حد بيجيب جوان. انت عارف بطوله دوري ابطال افريقيا لحد دلوقتي انت عندك 11 لعيب جاب اجوان تقريبا، وتسعه في الدوري. وتسعه في الدوري. وتسعه في الدوري. طب دي حاجه ايجابيه. الناس ساعات بتبص لها اللي هي دي، كان انت مثلا المفروض المهاجم هو اللي يجيب الاهداف. لا ما عشان كده قلت لك ممكن مثلا وليد ازار مثلا مركز كويس لاستلام الكوره، يباصي اللي جاي من ورا كمحطه. الجناحين يفتحوا، اللي جاي من ورا يسد. شفنا مجدي قفشه، شفنا اليو ديانج، شفنا حسين الشحات، شفنا وليد سليمان، شفنا عمرو السلاي اللي جاب الجول الاخير. لا فبقول لك يعني فكره فايلر مدرب يعني كويس جدا 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 هجومي يعني جدا. اقول لك يعني فكره انك انت في عندك كذا لعيب في كذا مكان بيجيبوا جول، ودي حاجه كويسه. فكره انك انت ما تعتمدش مثلا لا قدر الله مثلا المهاجم مثلا النهارده مش يومه، عندك حلول ثانيه ممكن تجيب منها اهداف. بس عندنا لعيب كبير قوي احمد فتحي بصراحه. لا جوكر. انا ما شفت اللقطات افتكرت الماتش، هو لعب في كام مركز الراجل ده ما شاء الله عليه يعني. لا جوكر. وبعدين ايه طموحه ما بيقفش عند حاجه. لا لا الراجل لعب في كل البطولات في الدنيا مع منتخب مع النادي الاهلي، كل البطولات اللي بتيجي على يعني يمسك الخشب زي ما بيقولوا كده، الجسد لا يرحم. ما شاء الله لا قوه الا بالله عليه. اقول لك بسم الله ما شاء الله. ونفس الاداء يعني. والمستوى احمد فتحي من اللعيبه على مدار كل هذه من اول الزمانية. من اول ما طلع من مع منتخبات الشباب مع الكابتن حسن الشحاته نفس الاداء، نفس الروح بالظبط، نفس طالما تجد هذه المقومات عند اللعيب ما عندوش مشاكل. صح. الاحتراف اللي خاضه فتره الاحتراف اللي خاضها في شيفيلد يونايتد او هال سيتي كسبته خبره النضوج. الفترة اللي لعبها الكابتن حسن الشحات 2006 ل 2010 طبعا. الفترة دي العالمية والفترة المميزة في تاريخ الكرة المصرية. لازم ياخد حقه. وجوده مع مدارس مختلفة، برتغالية، فرنسية، إنجليزية، هولندية في النادي الأهلي. دي كلها صقلت مواهب أحمد فتحي. حبه للنادي الأهلي، الجزئية دي مهمة جدا. كنت لسه هكمل. بيحب الأهلي قوي قوي قوي. كنت لسه هكمل لك. أحمد فتحي رفض إغراءات كتيرة فعلا. كتيرة جدا 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 في فترات كانت ناس كتيرة تتمنى نص العروض اللي كانت بتجيله. رفض يميل للفانيلا، بيدافع بالفانيلا الحمراء بروحه. ما عندوش مشكله. الجون ده تاريخي. لا طبعا ده ماتش طلع الجيش. الجون ده تاريخي. الجول اللي خدنا بيه الدوري. اللي خلانا نلعب ماتش مباراه فاصله مع الاسماعيلي. جون تاريخي الجون ده. المشكله كمان ان احمد فتحي ما بيلعبش اصلا بجنب الشمال. ما بيلعبش بالشمال اصلا احمد فتحي. ولاد اول جيل بس جاب جون بالشكل ده في اكتر من ناس، بس انا منتخب او مع النادي الاهلي بعد كده. وبرضه ما تنساش كمان جوله في نهائي الكاس قدام المصري. الكره اللي عملها تشيب دي قال لك يعني انا اتفرجت على ميسي. فيعني كان الناس كلها الناس كلها تقول لي احمد فتحي اللي هو يعني بيشوط قنابل ازاي يعني لعبها بالهدوء والوقت كان يعني خلاص الماتش بينتهي.
كرة يعني تشب كده حاجه يعني بسم الله الله اكبر عليه يعني. اتمنى له ان هو استمراريه والاستمرار، اتمنى له النجاح والتوفيق مع النادي الاهلي السنوات وسنوات ان شاء الله. ولازم العناصر الشابه في الكره المصريه تتعلم في كل الانديه تتعلم من لازم احمد تتعلم. لا 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 لازم تتعلم منه وجود، ودي حاجه الكويسه في النادي الاهلي اللي هي يعني تتابع الاجيال. انك انت بتجيب جيل من الناس الكبيره، الجيل الوسط، الجيل الناشئين. شفنا الفتره الاخيره زي ما قلت لك تصعيد كذا لعيب من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. مثلا ممكن مثلا جزء منهم مثلا ما يبقاش متواجد مثلا في الماتشات، بس في جزء منهم بيتواجد في القائمه ال 18 بالظبط او بيتواجد في التدريبات، فاكيد بيكتسب خبرات طيب. سواء التعامل هنا او هنا يعني. خلاص خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نواصل وحديث مستمر عن بعض الملفات الهامه. استنونا. طيب خليني اقول لحضراتكم تشكيل ليفربول لمباراه مونتريال اللي هتكون في تمام الساعه 7:30 في قبل نهائي بطوله كاس العالم للانديه، والتشكيل فيه مفاجات في الحقيقه يعني. بيكر، اليسون بيكر في حراسه المرمى، دي مش مفاجاه، لكن في خط الدفاع جوميز وميلنر وروبرتسون، ارنولد احتياطي هو وماني وفيرمينيو، دي مفاجاه في الحقيقه. في نص الملعب هندرسون، ادم لالانا، نابي كايتا، تشامبرلين. في الهجوم شاكيري واوريجي ومحمد صلاح. الواضح كده يا ديك ان كلوب يعني عايز يريح بعض اللعيبه علشان النهائي، مباراه النهائي بس دي مجازفه. مجازفه انك انت برضه ما تضمنش ظروف مونتريال المكسيكي، برضه فرقه برضه تلعب في قبل النهائي وعندها خبرات كتير قوي في كاس العالم للانديه. فلا يعني ما كان المفروض كلوب يحترم شويه البطوله دي، خاصه انك انت يعني اول مره يعني ليفربول لها فتره طويله ما شاركتش في كاس العالم للانديه، بطوله تضاف لرصيدك. لا يعني اعتقد فيها مجازفه كتير قوي يعني، مش اتمنى ان ما ادفعش ثمنها. ربنا يستر. طيب عشان خاطر محمد صلاح بس. لا بالظبط كده. طيب في خبرين عايزين نعلق عليهم، اللي هو بتاع حسام البدري طلباته للجنه الخماسيه، شايف امكانيه تنفيذ هذه الطلبات. يعني الطلب الاولاني استاد القاهره المنتخب يلعب عليه، والطلب الثاني في موضوع معسكرين قبل معسكر مارس. بص قصه انك انت تلعب في استاد القاهره دي سهله، بس انك تتحدد عدد الجمهور او حاجه زي كده لا دي صعبه. الجهات الامنيه يعني ما فيش حد يقدر يتكلم يحدد حاجه معينه الا الجمهور، بدليل ان الجمهور اتحاد الجهات الامنيه قالت لك ملعب استاد القاهره انك تفي اهلي وزمالك في ماتشات الدوري بس، واستاد السلام يستضيف المباريات الافريقيه بجمهور عادي ما فيش مشكله. لكن الطلب الثاني اللي هو فكره انك انت تعمل معسكرين، اعتقد ان اتحاد الكره نفسه هيبقى ورطه لو وافق عليه. لو وافق هيبقى في ورطه. لسبب بسيط، انك انت عندك جدول مضغوط، عندك بطولات افريقيه شغاله، صح. هيبقى انت اللي قلت كده، انت اللي قلت والتزمت قدام الناس كلها، انا هعمل لكم جدول هنلتزم بيه، هقول لك الساعه كذا يبدا الدوري، الساعه كذا ينتهي الدوري. خلاص نفذ بالظبط يعني. ما نفذ. بعد كده كابتن حسام في المعسكر الاخير قال لك انا اللعيبه والدوري، وانا ما قلتش الدوري توقف. يعني هو حسام بدري انت ده ولا ده يعني. خلينا يعني انت قلت توقف الدوري اضر لعيبه المنتخب، ودلوقتي انت عاوز تضيف مرتين مش مره. فلا اعتقد ان المباراه هتبقى صعبه. طيب الجزئيه الثانيه عايز اتكلم معاك فيها، هو فيما يتعلق بالازمات المستمره ما بين عمرو الجنايني ومحمد فضل، الموضوع ايه حله؟ لا الموضوع خد يعني من بدري قوي. طبقا طبعا للخبر في موقع الكابتن يعني، واحنا تاكدنا من اسماء. لا 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 هو القصه واضحه من بدري يعني. واضح. لا لا موضوع واضح للجميع يعني. اي حد في الوسط الرياضي عارف ان في تنشنه كبيره كمان من ايام بطوله كاس افريقيا تحت 23 سنه. بس الدنيا مشيت علشان منتخب ربنا كرمنا وكسبنا وتاهلنا للمونديال والكلام ده والاولمبياد. لا لكن في قصه اعضاء جمعنا اللجنه الخماسيه لازم يفهموا ان هم جايين في مهمه بالظبط، مش وقت شو اعلامي او مين هيعمل علشان يظهر او مين اللي هياخد اللقطه او الكلام ده كله. انا جاي من الاتحاد الدولي، عندي 1 2 3 4 اخلص المهام الاول واشوف بعد كده مين ياخد اللقطه ومين يعمل الشابوه الكلام ده كله. ثانيا الفتره اللي جايه عندنا مهام كبيره قوي، عندنا منتخب هيلعب في الاولمبيات، عندنا منتخب تصفيات كاس العالم وموقفه صعب جدا. يعني الدنيا مش سلسه. الامور يعني الخلافات، انا يعني انا لغايه دلوقتي اللجنه الخماسيه مش شايف لها حسنات
الا اللهم الانتظام شويه في جدول الدوري ومش قوي يعني برضه مش مضمون مش مضمون زي ما قلت لك يعني انت هتخش دلوقتي اتحاد افريقيا هيبعت لك المواعيد الجديده بتاعه البطولات الافريقيه هيبقى عندك تصفيات القرعه بتاعه تصفيات كاس العالم هتبقى الدنيا بالنسبه لك مش متظبطه فهتبقى الدنيا يعني اتمنى ان هم ينحوا الخلافات شويه يسيبوا شويه لون التيشيرتات يعني للاسف لون التيشيرتات هو المتحكم شويه في في الخلافات الشخصيه اللي بينهم وبين بعضهم يعني وخصوصا هم موجودين فتره مؤقته يعني مش انا قلت لك انا قلت لك يعني انت جاي لجنه من الاتحاد معين بالزبط. يعني لجنه معينه على شان مهام محدده يعني برضه الفكره انك انت جاي على شان مهام محدده لخدمه الكره المصريه اتمنى ان هم يفكروا في خدمه الكره المصريه بعيد عن الخلافات والشو الاعلامي قبل ما اختم معاك توقعاتك لمباراه ريال مدريد وبرشلونه النهارده كمدريدي اتمنى ريال مدريد يكسب مدريدي بتشجع ريال مدريد زي يعني. اتمنى اتمنى ان شاء الله الريال يكسب هتبقى طبعا مباراه صعبه على الفرقتين خاصه ان الماتش تحوم حواليه يعني حاجات سياسيه والامن في برشلونه في كاتالونيا كان رافض الماتش يتلعب وحذر الاتحاد الاسباني ان هو ابتدى نتمنى ان ريال مدريد يكسب ونشوف مباراه كويسه ان شاء الله باذن الله طيب قبل ما نختم خلينا ناخد توقعات جمهور النادي الاهلي على تويتر سريعا لمباراه ريال مدريد وبرشلونه نبتدي ب أسامة بيقول 3-1 للريال حمادة الأهلاوي متشكر جدا يا حمادة وبيتوقع فوز ريال مدريد 3-1 ماشي شيميس بيقول إن شاء الله الريال يكسب 2-1 ياسر عصام قال إن شاء الله 3-1 لبرشلونة أحمد صديق قال 3-1 أو 2-1 لبرشلونة محمد رمضان قال 1-1 ميسي وبنزيما توقع الأهداف كمان زيزو متشكر جدا يا زيزو نتيجة 2-0 ريال مدريد ماشي محمد عبد المنعم قال فوز الريال ان شاء الله ابراهيم محمد 3-1 للريال جهاد قالت فوز برشلونه ان شاء الله يعني توقعات متباينه لكن في كل الاحوال المباراه هتبقى قويه طيب عايزين نعيد تشكيل ليفربول مره ثانيه نعيده يلا تشكيل ليفربول قبل مباراه مونتري اللي هتكون بعد ساعه بالظبط من الان في نصف نهائي كاس العالم للانديه زي ما حضراتكم شايفين كده اليسون ميلنر غوميز هندرسون روبرتسون لالانا كيتا تشامبرلين شاكيري صلاح اوريجي وفي دكه البدلاء ساديو ماني وارنولد وفيرمينو مفاجات في هذا التشكيل لكن كل التوفيق لمحمد صلاح تحديدا طيب والاهم كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد امام الاسماعيلي ان شاء الله مباراه مهمه وثلاث نقاط باذن الله تكون جديده للنادي الاهلي يديك نورتنا وشرفتنا بشكرك شكرا جزيلا وجودي معاك يا امير والتوفيق ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله كده التالق والنجاح ان شاء الله ان شاء الله باذن الله بشكرك شكرا جزيلا كان ضيفنا العزيز الاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي واتكلمنا في بعض الامور والملفات الهامه جدا دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا بكره ان شاء الله قبل المباراه هنكون معاكم في حلقه اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله نتابع كل كواليس ما قبل مباراه الاهلي والاسماعيلي ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق فيها استنونا بكره الى اللقاء